المريخي وتهانينا لزميلنا عويضة بن خميس المريخي على هذا الفوز في هذا اليوم. أيها الأعزاء، انطلق ثالث أشواط هذا الصباح وثاني أشواط البكار، والكلمة إلى الزميل القادم من مضمار الكويت ومن دولة الكويت المشاركة عادل بن عزيز المطيل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لزميل محمد بن ضريك المريد. مشاهدينا متابعينا في كل مكان نحييكم أجمل تحية بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خامس أيام المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، تنطلق هذه المنافسة وهذه الانطلاقة المشرفة بهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. هذه الانطلاقة وهذه التحديات الجميلة بانطلاقة شوط رزاع البكار، 5-6 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط، جائزة الشوط سيارة للمنافسة. ولهذه الانطلاقة والتميز الرائع لشعارات أبناء مجلس التعاون الخليجي المشاركين بميدان التحدي. إذا مقدمة الشوط المركز الأول، مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه الله يا شعاع شعاع مع المركز الأول للسيد محمد بن حمد العويسي يتواجد مع هذه الانطلاقة جميلة، مع المركز الثاني للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يتواجد مع انطلاقة جميلة بأدائها وتميزها الرائع مع المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا في كل مكان بثالث المراكز والتواجد الرائع بهذه الانطلاقة، نسيم لعبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري يتواجد أيضا مع انطلاقة نسيم مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك من يتواجد، أيضا مشاهدينا الكرام المركز الرابع وتواجد هناك الشاهدين محمد زاد خلفان المنصور يتواجد أيضا مع المركز الرابع. والمركز الخامس شواهين لعبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري، هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا وأسامي ما بعد حان وصولها بهذا الانطلاق. أحد المرشحين أيضا مشارك وأسامي ما بعد وصلت يا أخوي يا سالم. إذا هذه نتيجتنا الخمس المراكز الأولى، نداؤنا الأول الخمس المراكز الأولى المشاركة بهذا الانطلاق، بهذا الحدث الهام والمنافسة القوية بهذا الشوط. يا سلام، أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول، أعود مع الشعاع مع انطلاقتها الموفقة بهذه المنافسة والقوة والإبداع، دائما مع المراكز الأولى والشعاع مع مقدمة الشوط. تعود ملكية محمد بن حمد بن خريبيش العويسي يتواجد أيضا مع انطلاقة شعاع المركز الأول. هناك نسيم، نسيم تتواجد، غيرت نسيم مع المركز الأول. تعود ملكية عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري يتواجد أيضا مع انطلاقة نسيم على مقدمة الشوط وعلى هذه الأداء الجميل اللي تقدمه نسيم مع المركز الأول. المركز الثالث هناك من يصل في هذه اللحظات، جميلة جميلة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي يتواجد أيضا مع انطلاقة جميلة اللي تحتل المركز، المركز الثالث. إذا قطعنا المركز، قطعنا 3 كيلومترات الأولى وما تبقى إلا 3 كيلومترات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، عن نهاية هذا الانطلاق. المركز الرابع، الله يا سلام، أول نداء لأفكار، أفكار تتواجد بهذه الانطلاقة ومع هذا الشعار المتميز الذي يشارك بهذه المنافسة لمنصور بن أحمد بن علي السبوسي يتواجد أيضا مع انطلاقة أفكار على المركز
الرابع والمركز الخامس. هناك من يصل بهذه اللحظات شواهين لعبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري. هذه نتيجتنا أيها الأخوة، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى. هذا النداء الثاني للخمس المتميزين المشاركين بكل قوة وبكل جدارة بهذا الانطلاق الجميل والصباحي. أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع نسيم مع المركز الأول التي الله يا سلام نسيم الصباح تشارك بميدان التحدي، وهذا الأداء الجميل الذي تقدمه لنا بهذه الانطلاق وبهذه المنافسة تقدمها لعبد المحسن بن علي بن ناصر أو عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري، يتواجد مع انطلاقة نسيم على مقدمة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا شعاع لمحمد بن حمد بن خريبيش العويسي يتواجد أيضا مع المركز الثاني. جميلة من تحتل المركز الثالث للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميتي مع ثالث المراكز. والمركز الرابع هناك الحذرة، الحذرة وأول نداء للحذرة للسيد خليفة بن صغير بن راشد المهيري يتواجد الله يا سلام مع انطلاقتها وأول نداء لها مشاركتها إلى ثالث المراكز. أما المركز الخامس هناك مشاهدين الأعزاء أفكار لمنصور بن أحمد بن علي السبوسي يتواجد مع المركز الخامس. إذن هذا نداءنا، هذا نداءنا الثالث، وألف وخمسمائة متر ما يتبقى عن نهاية الشوط، عن نهاية هذا الحدث الهام وبعود مع المقدمة والتي لا زالت محافظة على صدرتها متألقة لحد الآن صامدة صماد الجبال السود مسيطرة على المركز الأول. الله يا نسيم، نسيم مع المركز الأول لعبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري. هذا الأداء الجميل الذي تقدمه لنا نسيم مع المركز الأول مع هذه التحديات الجميلة. لكن هناك من يصل الحذرة لخليفة بن صغير بن راشد بن عمان المهيري أيضا يتواجد بهذه الانطلاقة وبهذه الاندفاع الكيلومتر الأخير. الله يا سلام، أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول، أعود مع نسيم، نسيم مع المقدمة. ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلقت نسيم مشاهدينا متابعينا في كل مكان بهذا الأداء الجميل والمتميز المتقدمة للسيد عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري. يا سلام، انطلاقتها موفقة، انطلاقتها موفقة. لكن هناك من تصل الشاهنية لمحمد زيد خلفان المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث ملولة لغالب منصور آسيف الخيورين. يا سلام، الخمسمائة متر الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط. الله يا نسيم، نسيم مشاهدينا الكرام، نسيم مع المركز الأول لعبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري. يا سلام، الشاهنية مع المركز الثاني لحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. يا سلام، يا سلام، هذا الانطلاق. الله، المعركة، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة، معركة داحس والغبرة بهذا الشوط. لكن الله يا نسيم، من الانطلاقة، من الانطلاقة للنهاية وهي محققة لهذا الإنجاز الرائع والمتميز. وبالفعل أهالي الشحانية يطالبون بهذا الإنجاز الرائع والمتميز. تهانينا، تهانينا، سلام أيضا لأهالي المعراض على فوز نسيم في المركز الأول. تهانينا لعبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري لفوز نسيم في المركز الأول. تهانينا وألف مبروك. جاء في المركز الثاني الشاهنية، المركز الثاني الشاهينية للسيد محمد زايد خلفان المنصور، المركز الثالث. وكانت منافسة بالفعل قوية ومبدعة مع هذا الشوط، وبالفعل عز الله انها ما قصرت من البداية لين النهاية. وسلام لأهل المعراض، سلام على فوز نسيم في المركز الأول. توقيتها الزمني 9 دقائق 18 ثانية 48 ثانية. تهانينا للسيد عبد المحسن بن سالم بن حمد المبريك المري. المركز الثاني وكان من نصيب الشاهين محمد زايد خلفان المنصوري، قطعت المسافة ب 9 دقائق 19 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث في هذه الانطلاقة 9 دقائق 21 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا
وألف مبروك لجميع الأخوة الفائزين بهذا الشوط. متواصلين مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقات الصباحية.